يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا معنا في يوم جديد وجولة جديدة بين صفحات التواصل الاجتماعي مع آخر الأخبار والهاشتاغات المتداولة. طبعا أذكركم قبل البدء بأن الباركود الظاهر على الشاشة أمامكم راح ينقلكم لحملة التبرع اللي أطلقتها جمعية الهلال الأحمر الكويتي أغيثوا فلسطين. وأول محطة بجولتنا لهذا اليوم راح تكون مع بيان وزارة الخارجية حول إدانة دولة الكويت للعدوان اللي شن الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر. راح نستعرض معكم مشاهدينا البيان على الشاشة من حساب الوزارة الرسمي بمنصة إكس. وفي حساب مركز التواصل الحكومي تم استعراض أبرز مراحل عمل الحكومة من بداية تشكيلها وكيف كان المواطن محور الاهتمام ومرتكز الإنجاز بمختلف المجالات الإسكانية والتعليمية والوظيفية. الإنجازات بالأرقام بالتغريدة من حساب مركز التواصل الحكومي في منصة إكس. تهدف إلى صقل مهارات الشباب وإبراز قدراتهم الإبداعية واستثمارها في المشاركة العملية الفعالة في مختلف الجهات، الهيئة العامة للقوى العاملة أعلنت عن انطلاق برنامج تدريب الطلبة خلال إجازة الصيف والربيع. تفاصيل هذا البرنامج والشروط وطريقة التسجيل بهالفيديو المتداول. طالب وودك يكون عندك المهارة والخبرة للعمل في القطاع الخاص وتستفيد من وقتك وتتعرف أكثر على القطاع الخاص، الهيئة العامة للقوى العاملة تنظم برنامج للطلبة خلال إجازة الربيع والصيف، تدريب ميداني وعملي لتأهيلك للعمل في القطاع الخاص. مجالات متنوعة للتدريب: بنوك، تجزئة، تأمين، جمعيات تعاونية، اتصالات وغيرها كثير من المجالات. سجل معنا في برنامج تدريب الطلبة واغتنم فرصتك لتحصل على شهادة خبرة ومكافأة مالية. للتعرف على شروط الالتحاق بالبرنامج والمستندات المطلوبة للتسجيل قم بزيارة موقع الهيئة www.manpower.gov.kw. هاشتاغ كأس العالم 2034 تصدر هاشتاغات مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحقيق المملكة العربية السعودية إنجاز كبير منيلها شرف تنظيم البطولة الأكبر في عالم كرة القدم كأس العالم 2034 لتكون أول دولة في تاريخ كأس العالم تنظم البطولة بمفردها. منصة إكس اشتعلت بالتغريدات والتهاني للمملكة ورصدنا لكم بعضا منها. ما زالت مدارس دولة الكويت مستمرة في الحملات التضامنية إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق نصرة للأقصى وتأكيدا على موقف البلاد الثابت اتجاه الأراضي المحتلة. سنفطر في القدس عاصمة فلسطين يكتبها رب الأمنيات العالقة
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. نشكر الحكومة الكويتية شعبا وحكومة على المساهمة في تخفيف العبء عن أزمة إخواننا في فلسطين، وندعو الله العلي القدير أن يرحم الشهداء ويشفي المرضى ويرحم الضعفاء منهم. وأشكر قسم التربية الإسلامية على هذه المبادرة الكريمة. أقل شيء نقوم فيه بمدرسة عمرو بن العاص الدعاء الدائم والمستمر من يوم الخبر اللي سمعناه إلى هذا اليوم. فأشكر قسم التربية الإسلامية على المبادرة الكريمة في توضيح لأبنائنا الطلبة عن هذه القضية، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ميزان حسناتكم للتربية الإسلامية. وأشكر رئيسة القسم أبلة نجاة الشمري وكل معلمة من المعلمات، وعسى في ميزان الحسنات هذه. وأشكر مرة أخرى الحكومة الكويتية على هذه المبادرة والمساهمة، وهذا أقل شيء نقوم فيه نحن المسلمين. في عز الألم والمعاناة اللي يعيشها سكان الأراضي المحتلة، إلى أنهم صغار وكبار وشيوخ، لم يستوقفهم أي ظرف في توجيه رسالات الشكر والتقدير للكويت الحبيبة. وبهالخبر رصدنا لكم مقطع متداول لمسنة فلسطينية تلهج بالدعاء للكويت حكومة وشعبا. السلام عليكم. الله يعطيكم ألف عافية يمه، الله يبيض وجهكم، دنياتكم وآخرتكم، وجوهكم بيض عند الله عند المخلوق. الكويت وشعبها وأرضها وشدرها، للشدر الورك للشدر بشكره، لدي الأموات وسمعته ورأته رفعه، وإن شاء الله يظل مرفوع الرأت. انتو كلكم بالكويت صغير مع كبير بجاه الرب العالمين، يكف معاكم مثل ما كبت معانا وبيضت وجهنا وريت كل إشي كذيتوا على فلسطين. يا نواب ينطيكم ويرضيكم كل الكويت. بالهتاف الفلسطيني أبدع جماهير الوداد المغربي بتضامنهم مع الأقصى، وأشعلوا مدرجات ملعب محمد الخامس بالأعلام والأهازيج المناصرة لغزة. المقبرة لنا نلعب فيها ونندفن فيها، بهذه الكلمات العفوية عبر أطفال غزة عن فرحتهم بابتكارهم لعبة جديدة إلى جانب لعبة الشهيد حبيب الله بعد أن مزق العدوان الصهيوني أجسادهم وأحلامهم. وبكذي نكون وصلنا معكم مشاهدينا لختام جولة اليوم. نترككم بحفظ الله ورعايته. مع السلامة.